الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طبعا بشكركم جدا، خاصة الأخ أحمد، على إن هو دايما ما بيحاول يرفع من قدري ويعرفني على شباب يفكروني بالأيام اللي أنا ما عرفتش أقضيها وأنا في سنهم، لأن وأنا في سنكم ما كنتش عندي اهتمامات زي الاهتمامات اللي عندكم، ودي مهمة جدا. مفيش حد فينا اتولد شيخ أو اتولد عالم أو اتولد مربي اجتماعي، لكن بعدنا فيما بعد استطعنا إننا نحدد مساراتنا أو نغير مساراتنا في الحياة. إحنا طبعا بنسجل الجلسة دي عشان هنستفيد بيها وهننشرها ونقدر تنشروها أنتوا كمان. أنا عايز أبدأ الجلسة دي بحبيبي ابن خلدون رحمة الله عليه، مؤسس علم الاجتماع منذ مئات السنين، واللي بتدينا رسالة واضحة إننا ما بنقراش ما أنجزه أجدادنا وآبائنا وأسلافنا ما نتعلمش منه. وأنا في الفيسبوك النهاردة شفت بعض الكلام مكتوب من رواعي ابن خلدون رائد علم الاجتماع العربي، أنه كتب في مقدمته في القرن الرابع عشر ميلادي، يعني احنا دلوقتي في القرن 21، 7 قرون، قال فيها ايه يا شباب؟ قد يلبس بعض هذه النقاط الحال اللي احنا عايشينها الان. قال عندما تكسر الجباية تشرف الدولة على النهاية، وعندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدعون والكتبة والقوالون والمغنون النشاز والشعراء النظامون والمتسعلقون وضارب المندل وقارع التبول والمتفقهون أدعياء المعرفة وقارئ الكف والطالع والنازل والمتسيسون والمداحون والهجاؤون وعابر السبيل والانتهازيون، تكشف الأقنعة ويختلط ما لا يختلط، يضيع التقدير ويسوء التدبير، تختلط المعاني والكلام واختلط الصدق بالكذب. عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلود الناس بالطوائف، وتظهر العجائب وتعم الإشاعة، ويتحول الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق، ويعلو صوت الباطل ويخفق صوت الحق، وتظهر على السطح وجوه مريبة وتختفي وجوه مؤنسة بالسين، وتشح الأحلام ويموت الأمل، وتزداد غربة العاقل وتضيع ملامح الوجود، ويصبح الانتماء إلى القبيلة أشد التصاقا، والأوطان ضربا من دروب الهذيان، يضيع أصوات الحكماء في ضجيج الخطباء والمزايدات على الانتماء، وتقذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة، وتسري الشائعات عن هروب كبير، وتحاك الدسائس والمؤتمرات، وتكثر النصائح من القاسي والداني، وتطرح المبادرات من القريب والبعيد، وتدبر المقتدر أمر رحيله والغني أمر ثروته، ويصبح الكل في حالة تأهب وانتظار، ويتحول الوضع إلى مشروعات مهاجرين، ويتحول الوطن إلى محطة سفر، والمراتع التي نعيش فيها إلى حقائب، والبيوت إلى ذكريات، والذكريات إلى حكايات. رحمك الله يا ابن خلدون. هل كنت تتجسس على مستقبلنا منذ 700 عام؟ ده كلام كتبه العالم الجليل المجتمعي مؤسس علم الاجتماع، ليس فقط في العالم العربي ولكن في العالم كله. أنا طبعاً سعيد أن أتحدث إليكم ولكي أتعلم منكم، إحنا الاثنين بنتعلم من بعض. أنا كتبت 23 نقطة بغض النظر عن اللي هو العمل الجليل اللي بتقوموا فيه في الظروف الصعبة هذه، تعتبر النقط دي أنا كاتبها وأنتوا ترجعوا تحللوها مرة ثانية أو ترتبوها بطريقة أخرى. تعتبر النقط دي هي قواعد العمل أو مبادئ العمل. أول شيء في المبادئ دي، لا يوجد نجاح بدون إيمان.
يبقى هو عنصر الإيمان أبدا على الإطلاق، حتى ولو كنا من غير المؤمنين بالله ورسوله لابد نكون مؤمنين، عندنا إيمان وانتماء، إيمان بديننا، إيمان بوطننا، إيمان بثقافتنا، إيمان بتاريخنا، إيمان بمقدراتنا، إيمان برؤيتنا. الإيمان متشعب ومتعدد الجوانب ومتداخل في كل منحة من مناحي حياة من يريد أن يحدث التغيير، وأنتم تريدون إحداث التغيير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما ينفعش نعيش من غير هدف ونحدد الهدف ويكون الهدف بالنسبة لنا واضح. لن نستطيع من حل كل مشاكل الأمة، وقد تكون أهدافنا مرحلية متجزئة لكي نستطيع أن ننجز منها ما يدفعنا إلى العمل فيما بعد، ما يحمسنا. لو أردنا إزالة الجبال لن نستطيع، ولكننا قد نجزئ إزالة الجبال إلى أجزاء صغيرة فتنهار الجبال فيما بعد. لابد يا شباب يكون لنا رؤية، لا يوجد عمل أو إنجاز بدون رؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل مكة ويقول يعني سيأتي اليوم، في معنى الحديث، سيكون فيه الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا على الذئب وعلى غنم، يعني معناها هيكون الأمن مستقر. وحدث، وحينما كانوا في موقعة الخندق أو الأحزاب شاف كسور قصرة وقيصر، وكان المنافقين في المخيم أو في المعسكر الإسلامي يقولون ما هذا الرجل الذي يهزم؟ يبقى في رؤية. الرؤية مش معناها إن أنا أكون متخرج من جامعة، إن أنا أكون عندي دكتوراه. في كتير جدا من عندهم دكتوراه ليس لهم رؤية على الإطلاق. قد تأتي الرؤية من عامل أو عاملة أو منظف أو منظفة أو ساعي أو صانع أو صانعة، أو حارس أو حارس، رؤية ملهاش يعني، إلا أنها بتيجي بناء على اهتمام الإنسان بمجتمع ومشاكل مجتمعه، ويرى هذه الرؤية في أنه يضع الحلول في مخيلته وهو متيقظ أو في منامه كي يحدد الرؤية. تكون رسالة واضحة، تكون سهلة واضحة جدا، علشان لا نفتن بها العامة. فتنة العامة في تنميق الكلام وفي بديع الكلام، الناس مش هتبقى فاهمة انت بتقول ايه. رسالة واضحة. تجد الآن على السوشيال ميديا وعلى المنصات التواصل الاجتماعي أغلب اللي هم المؤثرين هم اللي بيتكلموا باللغة العامية المحلية وليس باللغة العربية الفصحى و اللي هي ليها ثقافة معينة إلى آخره، لأنهم بيخاطبوا عامة الناس اللي هم من البسطاء. الصبر مفصل أساسي في كل عمل اجتماعي، والصبر معناها إن إننا هنعمل وقبل أن ننجز هنفشل، أو حد هيجي يهدلنا المبنى اللي احنا بنيناه، أو طائرة من الطائرات هتأتي وتقذف براملها على الأماكن اللي احنا عايشين فيها، ونبدأ من الصفر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. ويتمثل في هذا بمسيرة سيدنا نوح عليه السلام الذي كان يدعو قومه ألف عام إلا خمسين. واحنا بنصبر نكون مصرين على الاستمرار، مش هنستمر كلنا، خلي بالك. قد نبدأ زي ما بدأوا مع سيدنا طالوت وقال لهم هنعدي النهر، ما افترفوا يعني اختلفوا غرفة يعني شربة واحدة فشربوا منه إلا قليلا، يعني لو كانوا هم ألف يمكن شربوا مية سوري 900 من الألف أو 950 ألف وخرجوا. ولما خرجوا المؤمنين دول بقى كانوا معسلين طلول اللي هو 50 أو 100 من الألف دول، قالوا ايه لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنودي. فقام الفئه القليله هذه، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والحرب ما حصلتش. تعرفوا ليه؟ ان شاب في سنكم كان اسمه داود عليه السلام
كان يلعب بالنبل، فهو الذي قضى على جالوت وانتهت الأمر بدون حرب. يعني من الفئة الكثيرة اللي رفع اللي لما خلفت سيدنا طالوت إلى الفئة الصغيرة اللي هي ما شربتش كتير من المية، إلى أنهم الفئة دي حتى انقسمت. يبقى هنا في مش كل الناس يا شباب اللي هيبدأوا معاكم هيكملوا معاكم. لازم يكون عندنا محطات مراجعة، محطات مراجعة. لازم نراجع أدائنا كل أسبوع، كل شهر، على حسب احنا بنحط في برامجنا. أنا قلت قبل كده في الصبر والإصرار والمصابرة هنفشل، لكن لا نيأس. هنرجع نفشل تاني، لكن لا نيأس. هنرجع نفشل تالت، لكن لا نيأس. وأنا في الأمثلة اللي أنا بضربها عن نفسي شخصياً، لما حبيت أعمل امتحان السواقة سقطت 5 مرات. لما حبيت أعمل امتحان المعادلة عشان أطلع طبيب أشتغل في الحكومة البريطانية سقطت 4 مرات أو 5 مرات. لكني حاولت، وآخر مرة نجحت فيها كان كل فلوس انتهت، كان خلاص كل الفلوس اللي معايا اللي أنا بعيش منها انتهت. فلما قابلت أحد المستشارين حب يوظفني عنده لما لو نجحت، طب هتعمل إيه يا أستاذ؟ قلت له هرجع، أنا هقعد عندكم أعمل إيه؟ نجحت في آخر لحظة، وكتب لي إن أنا أعيش هنا في بريطانيا منذ عام 1900 نوفمبر 1977، يعني حوالي قرابة 45 سنة، أكثر من نصف عمري. يبقى ما فيش يأس. اليأس دي مش على أجندة أي مؤمن، ليست على أجندة أي مؤمن، حتى ولو كان المؤمن بشكله غير مسلم. لازم يكون لنا كل مجموعة ليها دور معين تقوم به. ما ينفعش كل واحد فينا يقوم بكل الأدوار، ما ينفعش كلنا نقوم بدور واحد. فلو نفر من كل فرقة طائبة يتفقه في الدين. تفقه في الدين ده، الدين معناها أسلوب حياة أو منهج حياة أو سبيل حياة أو طريق حياة، ليس فقط كتب نقرأها، إنما حياة نؤهل بها سبل العيش للآخرين. لازم نعرف يا شباب الواقع المجتمعي، ولن نعرف الواقع المجتمعي إلا إذا حققنا الرسول. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ليس كالمسلم الذي لا يخالط الناس ولا يسمع. هعرف واقع الناس ازاي من غير ما اروح لهم، من غير ما اتكلم معاهم، من غير ما اعرف الاطفال عايزين ايه، النساء عايزين ايه، الشباب عايزين ايه، الكهول عايزين ايه، العجازه عايزين ايه، الى اخره. لازم المتغيرات السياسيه الداخليه داخل المجتمع، المتغيرات السياسيه الخارجيه عند جيراننا، ومتغيرات السياسية الاقتصادية والسياسية الدولية والعالمية المؤثرة فينا. وإلا إزاي هعرف واقع المجتمع بتاعي؟ أصبحنا لسنا في عزلة كما كنا في الماضي منذ مئات السنين. أهم شيء من أول نقطة أنا سأحطها في أول نمرة واحد، هو العلم والتعلم والمعرفة. اقرأ. كلمة اقرأ ليس معناها محو الأمية كما يتحدث بعض الفقهاء السطحيين المتفقهين السطحيين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرا، رجل امي لا يقرا. لا، ربنا نزل كلمه اقرا كاول كلمه للمعرفه والاطلاع والبحث والتنقيب والتمحيص والاسترشاد واستخراج والاستنباط والاستخراج. كل هذه المنظومات في الكلمات العربية العظيمة اللي أنا اتكلمت بها دي تدل على أن الإقرأ ليست إقرأ واكتب، إنما علم ومعرفة وتبحر في المعرفات العلمية أو العلوم المعرفية. لابد نتعلم من الآخرين ولا نبدأ من الصفر، حتى ولو كان الآخرين من نعتقد أنهم أعداء. لابد حذاري أن تبدأ من الصفر مرة أخرى، حذاري وحذاري وحذاري. أقول بقى النقطة اللي بعدها، اتخاذ العلم والمعرفة والتطبيق المجتمعي. العلم والمعرفة مش كفاية، لابد تطبق علمك ومعرفتك تطبيقا مجتمعيا من خلال مبادرات
أو مشاريع أو محاولات تخدم بها الآخرين. اتخاذ العلم والمعرفة والتطبيق المجتمعي قاعدة للانطلاق. ولابد ان نعمل يا شباب بايه؟ ان الحل ما بيبقاش يحدث او ياتينا من السماء او تنزل من السماء او بين عشيات وضحاها. خلاص عصر النبوات انتهى، وعصر الرسل انتهى، وعصر المعجزات الربانيه انتهى، واصبحنا نعيش في عصر المعجزه المعجزه المعجزات الاخرى الدائمة، وهي القرآن الكريم. لعندنا سحرة فرعون، ولا عندنا عصا موسى عليه السلام، ولا عندنا مركب نوح، ولا عندنا اللي هو قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، ولا عندنا تفسير الأحلام بتاع سيدنا يوسف عليه السلام، ولا عندنا إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله، أو شفائهم بإذن الله، أو إلى آخره. بقى خلاص بقى، وما تنتظروش إن في حل هينزل علينا من السماء، أو سيأتي المهدي المنتظر بعصايا زي أنا مسيح هدي شايفينها ويقول لك امشي يمين وامشي شمال. لا، الحل لابد أن نصنعه، لابد أن نعيش في غيابات ظهر الزمن الذي يحاط بنا، أو الذي يحاط بنا ويحيطنا بالفساد. الحل في إيدك أنت، كل منا يصنع له عصا، لتكن كعصا موسى على مستوى مجتمع. فالحل لا يتحقق بين عشية وضحاها. وحتى الثورات لما بتحدث، ما بعد الثورات أصعب من الثورات. ما بعد إزالة قيادات فاسدة أصعب من إزالة نظام فاسد، وما بعد إزالة نظام فاسد من وضع نظام صالح أصعب بكتير من إزالة نظام فاسد. فما فيش حاجة بين عشية وضحاها. وطبيعي الخلق فينا، مثلا لو تزوج الشباب والشابات عمرهم ما هينجبوا في 24 ساعة. الطفل يخرج 9 أشهر تدرج في النمو، ولما هيخرج الطفل عشان يخش يبقى أستاذ في الجامعة أو سياسي أو رئيس دولة أو الآخر بتاخد 40 سنة أو 50 سنة. فإحنا بننسى إن التدرج في الحياة هو أساس الحلول المجتمعية. النقطة اللي بعدها، الإمام بإقامة الشراكات. إحنا دلوقتي أصبح المجتمع السوري مجتمع معقد ومركب ومتشابك ومتقاطع محوريا ورأسيا وافقيا ودائريا. ليه؟ لان في نزوح داخلي وفي لجوء خارجي وفي امتزاج لثقافات نشأت في النزوح. يعني انتوا قولوا لي كم مليون عايشين في ادلب؟ كم منهم من اهل ادلب الاصليين وكم منهم من اهل المناطق اللي لجأت لإدلب علشان تعيش في أمن وأمان؟ كل منطقة داخل الوطن السوري عندها ثقافة معينة تتميز بها. فلما تختلط هذه الثقافات مرة واحدة في مكان جديد، تبرز ثقافة أخرى يضاف إليها ثقافة المعاناة، ثقافة النزوح، ثقافة القهر، ثقافة قلة الزاد، ثقافة الجهل، لأن ما فيش تعليم. شفت الثقافات بتتعدى ازاي في داخل المجتمع الواحد. لو حبينا نضع حل القضية وقلنا السوريين كلهم هرجعوا غدا الى سوريا، هترجع لك مجموعة من الناس اصبحوا كتل سكانية مجتمعية في اماكن اخرى، كل منهم له ثقافة وقيم واخلاقيات غير اللي خرجوا بيها، وثقافة اللي عاشوا في تركيا غير ثقافة اللي عاشوا في الأردن، غير ثقافة اللي عاشوا في لبنان، غير ثقافة اللي عاشوا في النزوح في الداخل، غير ثقافة اللي عاشوا في أوروبا وأمريكا وكندا إلى آخره، مختلف. فهتيجي تقول لي أنت، هتيجي نتكلم مع بعض، لا نحن شعب واحد، لا مش شعب واحد خلاص. فلابد نبني الشراكات عشان نفهم
الثقافات الجديدة اللي اكتسبها أبناء شعبنا لما أجبروا على النزوح وعلى اللجوء وعلى القهر وعلى الذل. واضح يا شباب؟ فلابد نؤمن ببناء الشركات وإقامة الشركات وبناء التكتلات. أنا قلت قبل كده العلم، البحث والدراسة مهم جدا. أنتوا عندكم مادة علمية تعتبر هنسميها إيه؟ المواد الخام، غنية جدا وقيمة جدا، لكن ما بنقدرش نستفيد بيها. لكن في بعض اللقاءات وأنا بتكلم مع ناس إعلاميين في التلفزيون في بعض المحطات يقولون لنا أنتوا قاعدين على كنوز معلوماتية من خلال المادة الخام من المواد اللي عندكم اللي بتجمعوها من المجتمع، سواء كان في الاقتصاد او في الصحه او في التعليم او في السياسه او الاخر. ان العمل بتاعنا كعمل انساني متقاطع مع كل تقاطعات المجتمع، ولكننا لا نحسن اخذ هذه المواد الخام وتحويلها الى بحوث ودراسات. لابد ان تهتموا بالبحوث والدراسات. عدم اليأس اللي قلت قبل كده، مش هيكون في امكانيات الى ان توفى الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ينام على الحصير. اتفتحت الدنيا على الصحابه وعلى التابعين بعد وفاه الرسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشرف خلق الله، عاش دون وجود امكانيات. كان يمر الهلال والهلال علينا ولا يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم النار. يعني كانش في اكل. كان ياكل الاسودين اللي هو رديء التمر والماء، يشرب الماء. كان ينام على الحصير وهكذا. انتم عارفين قصه الرسول صلى الله عليه وسلم او سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. فعدم وجود امكانيات ماديه يجعلك انت قادر على الابداع لكي تجد هذه الامكانيات الماديه ليست لجيلك بل للاجيال التي بعدك. لان انت الجيل اللي هيتحمل، الأجيال اللي بعدك قد لا تستطيع أن تتحمل. انظروا لأجدادكم كم عدد الأطفال اللي كانوا في الأسرة، 9 10 11. كانت الأمهات بسم الله ما شاء الله تعمل مع الزوج، إذا كان فلاح تعمل معاه في الضيعة، إذا كان حداد تعمل معاه وتربي البيت الأولاد وتتحمل عبء 9 أو 10 أطفال، زائد لو كانت أمه أو أمها في المنزل عندهم. حاليا البنات والشباب لو حد بيقول تاني بخ بيطلقوا بعضهم وبعض، بيخلفوا بالكتير قوي طفل او طفلين عشان انا مش فاضي مش عارف. فشوف قد ايه الاجيال بقت ضعيفه. هنا نقول على ان هو ان 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 ان, إن اكتشف وابني هذه المسيره للمنسات من بعدك من الاجيال التي حتكون اضعف منك بكثير. حاجة اسمها احنا بنسميها في العمل بتاعنا اللي هو البارتيسيبيشن، يعني اشراك الجميع. بعض الناس يقول لك اصل احنا مسلمين بس، اصل لا ما ينفعش. المجتمعات والاوطان اصبح فيها ثقافات زي ما قلت مختلفة، اديان مختلفة، اعراق مختلفة، اجناس مختلفة، تواريخ مختلفة، لغات مختلفة. لابد ان نشركهم لكي يكونوا اعداء لينا في المستقبل. يكون اسلوبنا في العمل اسلوب شفافيه. في شفافيه كده. يعني زي ما حصل مع سيدنا عمر لما ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه اداله القماش او بتاعه عشان كان طويل. فلما طلع يخطب قالوا من اين لك هذا يا عمر؟ كلنا خدنا ثوب واحد وانت خدت ثوبين. فقال له اقف يا عبد الله. فشرح لهم ان ابوه مخش من مال المسلمين ثوبين. دي الشفافية. هيجوا التانيين يعلمونا معنى الشفافية ايه يا شباب؟ عيب. عيب لما يكون بيننا عمر ويكون بيننا ابن عمر ويكون بيننا ابن خلدون ويكون بيننا كل هؤلاء العلماء ونستمع ونستهوي آراء الآخرين، يبقى معناه احنا عندنا شخصية قيمية مجتمعية ومش فاهمين تاريخنا. أنا أقول لك كلمة، كنت أنا وأنا في سويسرا الأسبوع اللي فات استهوتني قصة امرأة، اللهم قولوا معايا عمالين قولوا آمين.
اللهم اجعلها في الفردوس الاعلى. قولوا امين عشان اسمعكم، مش سامعكم. كل واحد فيكم وفيكم نساء ورجال او شابات وشباب يقولوا امين. اسمها غزاله بنت عامر. مين غزاله بنت عامر دي بقى يا شباب؟ عامر هي امراه كانت تدافع عن شرف الجزائريات لكي لا يغتصبهن الفرنسيين المحتلين. ففي الاحتلال في القرن 19 كان الرجال يحاربوا وتركوا النساء في البيوت والقرى والمحافظات والجبال. كانت غزالة حينما ترى الجنود الفرنسيين يأتوا للقرية عشان يختطفوا النساء يغتصبوهم أو يغتصبوا الفتاة يغتصبوهم، كان بتجمعهم في بيت تنادى عليهم فيهم فيعملوا رباط بشري كده زي ما أنا ماسك إيدي كده، عشان لما يجي جندي من الجنود ياخد بنت حلوة وجميلة من بناتنا إن باقي النساء تمنعه يكون في مقاومة. وابتدعت فكرة مبدعة عظيمة. تعرفوا إيه الفكرة دي يا شباب؟ معايا؟ قالت لهم ابدأوا اعصروا البصل، عصير البصل. نسمي الفكرة فكرة عصير البصل. وكل واحدة منكم يا بنات قبل ما تجيلي تدهن جسمها من الداخل، تقلع هدومها يعني، تلبس جسمها كله من الداخل بالبصل، عصير البصل عشان يكون ريحتها بسم الله ما شاء الله منتنه. مش كده بس، اختنا غزاله بنت عامر، لكن تجيبوا الطين بتاع الموقد اللي عندكم ده بعد ما تغسلوا او تدهنوا جسمكم يا بنات بالعصير البصل، تحطوا الطين عليه، فلما يغلب على امرنا ويختطف الجندي ويشد الهدوم من عليك يقرف منك فيسيبك. فعرفوا الفرنسويين ان في شخصيه او في مجموعه في لها الفكر ده، فلما عرفوا انها غزاله بنت عمار رضي الله عنها، مسكوها وقبضوا عليها وقعدوا يضربوها بكعب البنادق الى ان انكسرت رقبتها وانكسر قفص الصدر لها، وتركوها تنزف 3 أيام إلى أن ماتت، فهي في جنة الخلد. لما جيت أقول للأخت في سويسرا سميتها أنا غزالة، تطلعيني، قالت لها ما طلعت على الجوجل الفرنسي والإنجليزي مش لاقيها، قلت لها مش هتلاقيها، إنهم لن يكتبوا عن هذا التاريخ، وهنا عليكم أن تقرأوا التاريخ الصح، وعليكم أن تكتبوا التاريخ الصح، وعليكم أن تفننوا التاريخ المغلوط أو التواريخ المغلوطة التي كتبت لنا من أعداء الأمة. هذا من اليأس شكل مجتمع الشافية. المراجعة، لازم نراجع أنفسنا، زي ما سيدنا عمر كان بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا اليوم العرض الأكبر. ولازم نقيم الأداء بتاعنا، ما ينفعش نفضل ماشيين كده هو من غير تقييم، نقف ونبص ونتكلم ونناقش عشان نقيم هل احنا اخفقنا ام لم نخفق. وقد يكون بعض الاحيان التقييم ده بيجبرنا نغير المسار، احنا ماشيين غلط. تحول مسار ده، ومش عيب نتحول المسار ده، غير المسار. عدم وضع حلول طميحه كبيره جدا. يا سلام احنا عايزين نعمل كذا، لا، حته حته، جزء جزء، خطوه خطوه، متر متر، شبر شبر على حسب امكانياتك. لان لو احنا حطينا حلول طموحه بعيده المدى وما استطعناش نحققها، هنحبط من حولنا. فاستفيدوا بحاجه اسمها كويك امباكت ريزلت، اللي هو المشاريع او المبادرات الصغيره التي لها مردود سريع مجتمعي يشعر به الناس فيلتفوا حوله باولادهم وبناتهم وامكانياتهم وبدعائهم. عدم وضع حلول طموحة وبعيدة مدى، ولكن تجزئة الحلول إلى حلول صغيرة يعني مراحل. لازم نحط لنفسنا خريطة طريق نمشي عليها، قد تأخذ مننا أيام أو شهور أو سنين. بناء الدول لا يبنى بين عشية مضحى، وكذلك بناء المجتمعات، وكذلك محاربة الفساد والفسدة لا يبنى، لا
لا ينتهي بين عشيه وضحاها. معرفه القيم والاخلاقيات والثقافات بتاعت مين؟ المجتمعات اللي احنا فيها. لو احنا خرجنا من المجتمع السوري ونزلنا نشتغل في اليمن او في السودان او في كذا، لابد ندرس قبل ما نتعامل مع هذه المجتمعات ايه قيمها وثقافتها واخلاقياتها عشان نتعامل دون صدام. لابد نعرف يا شباب حاليا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده ان سرعه نمو المجتمعات فائقه، اصبحت بالثانيه تنمو راسيا وافقيا محوريا ودائريا وتقاطعيا وتشابكيا الى اخره. وانا اجزم من خلال خبرتي البسيطه ان لن يستطيع حاكم من الحكام ان يعرف متطلبات حي واحد من احياء دوله. لنفرض ان احنا مثلا في سوريا في حي اسمه حي الجابيه، لان انا زوج اختي سوري الله يرحمه وكان من حي الجابيه من عائله الجابيه. حي الجابيه ده كان يكون فيه 60 70 حاره. انا اجزم ان الوالي بتاع دمشق لن يستطيع معرفه متطلبات كل اسره او كل فرد داخل حاره او داخل اسره من احياء هذه من 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 حوالي هذه الاحياء اللي في داخل الجابيه نفسها. نهيب عما يتبوى مقعده بحكم دولة كبيرة زي روسيا أو دولة كبيرة زي مصر أو دولة كبيرة زي بريطانيا أو أوروبا أو أمريكا. فلذلك لابد نشرك معنا أهل الحل والعقد حتى ولو لم يكونوا من المسلمين ممن يثق في مجتمعاتهم. قد يكون أكثر الناس التزاما وانتماعا للوطن وقيم الأخلاق مش مسلم، من حقه او من حقها انها والناس بتحبها هتنتخبها. ايه المشكله؟ القوي والامين ربنا يعني استاجره يا ابي ان خير ما استاجرت القوي الامين. معناها يا ابي القوه في المعرفه والعلم والخبره ثم الامانه. يتمنى ان القوي الامين يكون في الشخص الواحد، لكن صعب ان نجد بعض احيانا في الشخص الواحد. آخر نقطة التاريخ، أنا هقول حاجة كده كنت أنا بحلم بيها عشان أكلمكم بصوت عالي. أنا عندي 6 أو 7 أحلام هقولهم لكم عشان نقعد بقية الجلسة للنقاش أو إرسال الأسئلة. أنا ما كنتش أنتوا قادرين ترسلوا الأسئلة عن طريق الميكروفون بتاعكم، ممكن تكتبوها للهاجر وهاجر تقراها لي أو إلى آخره. لابد علينا التالي يا شباب: صناعة ثقافة، بناء قيم أخلاقية، صناعة فكر، بناء فلسفات جديدة، معرفة التاريخ، إتقان اللغة العربية. 6 نقاط أساسية. أنا أنحاز اللغة العربية لأنها لا تعلو عليها لغة أخرى. انسوا اللغة العربية لغة علم ومعرفة وثقافة وقيم وأخلاق وتاريخ، وهي لغة القرآن. ولو لم تكن كهذا ما اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه المعجز المعجزة. حذاري أنكم تهملوا اللغة العربية. وكنت دائما بأضرب المثل ببلدين جميلين يتحدثون اللغة العربية أحسن من غيرهم، اللي هم سوريا والعراق ومن بعضهم أهل المغرب العربي اللي هم تعلموا، أهل الجزائر اللي هم تعلموا بعد ما خرجوا من التغريب الفرنسي دي. يبقى 6 نقاط دول مهمين جدا. ليه يا شباب؟ لأن احنا بنقعد قاعدين كده تجيلنا ثقافات مستوردة، فلسفات مستوردة، قيم مستوردة، أخلاقيات مستوردة، لغات مستوردة، فكر مستورد، بحث ليس له قيمة لكن بنتبعه شبر بشبر وذراع بذراع. فعلينا أن نبرز ونفرز ثقافتنا الجديدة، فكرنا الجديد، قيمنا وأخلاقياتنا من خلال فلسفة تقوم على البحث العلمي.
وحذاري انكم تحبطوا عشان ما فيش امكانيات ماديه. وبشر الصابرين، الصابرين في الدنيا، في الدنيا هيكون لهم نصيب وفي الاخره هيكون لهم نصيب. احنا لما بدانا الاغاثه عشان اخد الموضوع ده كان عندنا ميزانيه ولا رؤيه ولا استراتيجيه ولا مكان نقعد فيه ولا مؤازرين اغنياء مطحطحين كده من الناس الكبار ولا ولا، كل ده فنكوش كانش موجود. حددنا هدف واحد بس يا شباب، كان في مجاعه في الشرق، في شرق افريقيا، في في اقليم اسمه اريتريا، تيجراي، في اثيوبيا. قلنا هل ساعد بس. خرجنا في الشارع بكياسنا البلاستيك من بيت لبيت وشارع لشارع وحارة لحارة وجامع لجامع ومدينة لمدينة، وده فين؟ ده بريطانيا، عشان نلم القرش والقرشين. كانش في مكتب، كانش في موظفين. لكن بعد 40 سنة دلوقتي أو 38 سنة، بعد كام؟ 38 سنة، في مئات الملايين اللي لم يكن مليارات صرفت من أول تبرع حصلنا عليه اللي هو كان 20 قرش مصري في عام 1983 في ديسمبر 1983. من 20 قرش إلى مئات الملايين سنويا بتصرف. من ما فيش مقر إلى 40 دولة و50 دولة و60 دولة و70 دولة إلى آخر. لكن الأمر ده كان عايز صبر ومثابرة وتركيز. الفلاح اللي ما يقعدش على أرضه تبور زرعته، تبور زرعته، تبور زرعته. والاقتصاد يا شباب هو الزراعة. واللي يقول لك الاقتصاد تجارة قل له ولا مؤاخذة، الحمار يفهم أكثر منك، لأن التجارة ترتبط بالأسواق العالمية، الزراعة ترتبط بما تحت أرجلك من إمكانيات وما بين ظهرانيك من إمكانيات بشرية. على الأقل نبدأ بإطعام الناس ثم بعد كده نفكر في الذي بعده وبعد. فالاقتصاد زراعة وصناعات زراعية وصناعات حيوانية. طيب أنا هتوقف عشان ما أعرفش أنا اتكلمت لمدة قد إيه. شوف كده، لا أنا كده لازم أتوقف غصب عني، أنا عديت على الوقت المسموح ليا. وإما إنك تبعتوا رسائل لهاجر أو تتصلوا أو تخشوا مباشرة معانا يا شباب، وأنا هكون فرحان بيكم دايما. واسألوا في أي حاجة أنتوا عايزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام دكتور، الله يجزيكم خير يا رب. دكتور هلا حاليا خلينا نقول نحن في مرحله بناء مجتمعي للمجتمع السوري. طيب في تهميش واضح لدور الشباب. طيب هل الشباب لهم مسؤوليه شخصيه ومسؤوليه مجتمعيه؟ صحيح، كل فرد في الوطن الشباب. نعم، كيف الشباب يكونوا قادرين؟ نعم، كل فرد في الوطن، كان رجل او امراه، كهل او شاب، ليه مسؤوليه. المسؤوليه شيء فردي، ملهاش دعوه بقى بدين او غير دين. انا مسؤول كشاب ان انا اشتغل، ان انا اعمل، ان انا اقعد مع الشباب اللي زيي عشان نحاول نساعد الناس. ما هياش مسؤوليه بتعطى ليك من احد ابدا. المسؤوليه هنا انتماء وايمان بالوطن بتاعنا. وطبعا الشباب لهم مسؤوليه وعليهم مسؤوليه. بالعكس، الشباب اللي هيكون على عاتقهم هم اللي هيقيموا المجتمعات دي، لان الناس قدامهم 50 60 سنه هيعيشوا. فلذلك لابد يؤمنوا انهم لهم دور. حذاري يا شباب ان حد يقول لك انك مالكش دور، او ينحيك، او يحبطك. عشان ايه؟ تعرفوا بيعملوا ايه في الشباب؟ صلوا على النبي. أول حاجة لهونا بالكورة، اللي بدأت من منتصف الخمسينيات تبقى عبادة مجتمعية جديدة. نمرة واحد. لهونا بالنجوم الكرويين اللي احنا بنصرف عليهم
مليارات كل سنة. لما اثنين لهنا بالقنوات الإعلامية اللي أنشأت، فأصبحنا نأخذ معلوماتنا أو أخبارنا من كذا قناة إعلامية. لهنا باللي هو عزله دخل، لما أقول لهنا أقول له الشباب. لهنا بالفضائيات اللي هي بتاعت الانترتينمنت اللي بتاع الافلام بقى والاغاني والرقص والحاجات دي كلها، عشان يصرفوا الشباب عن بناء المجتمعات. التركيز كان على الشباب. لهنا بالخلافات المذهبيه، لو الشباب انقسم الشباب اصبحوا يروح هنا وهناك وهنا وهناك. لهنا بكل هذه الاشياء وغيرها، بالرويبضات اللي بتطلعوا في الاعلاميه، لا في القنوات الاعلاميه. فلذلك كل هذا اللهو الصريح واللهو الخفي انما لكي يجعلوا الشباب اللي هو 60% من المجتمع العربي غير قادر على بناء مجتمع. واللي هيبني المجتمع على شباب، مش كل الشباب، قدوه من الشباب يستطيعوا انهم يغيروا المسار المجتمعي ويبني القواعد المجتمعية. فلا، الشباب له دور ودور مهم جدا. لكن واحنا بنقول لهم لكم دور الا تعجلوا قطف الثمره، وفي نفس الوقت انهم يتشاركوا مع الاخرين ويتعلموا من الاجيال اللي قبلهم. علينا اننا احنا كناس متقدمين في العمر، ده كان احد المشاريع بتاعي اللي انا ما قلتوش الستة الأخيرة، كده نمرة 7 اللي هو بناء قيادات المستقبل. آثم، وأنا أقول لكم هو كلكم آثم ثم آثم ثم آثم من كان في هذه السلطة وأراد أن يغير المجتمع ولم يمكن الشباب وهو في سلطة سلطاني أو سلطان سلطته من أنهم يتدربوا ويتأهلوا لكي يتوارثوا القيادات المجتمع. أنا بالعكس يا أخ أحمد، لابد نجعل الشباب دول هم قادة مجتمعيين في حياتنا ونحن في السلطة، لا بعد أن نموت أو نخرج من السلطة. وده يكون فرض عين على كل واحد، سواء كان هذا الإنسان خبير اقتصادي أو وزير أو رئيس جمهورية أو إصلاحي أو شيخ، إلا إنه هو يبني جيل وهو موجود، مش تبنى الأجيال بعد أن يموت. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل. يا دكتور الله يعطيك ألف عافية على المحاضرة. في سؤال، نحن من ضمن المحاور اللي كنا بنحكي فيها واللي هي تحويل الأفكار إلى مبادرات ومشاريع، ربما أنت يعني مريت عليها ولكن بشكل سريع، ممكن تشرح لنا أكثر عن الموضوع هذا، توضح لنا إياه أكثر؟ بقى المرة الجاية بقى تدفع فلوس بقى، كل حاجة ببلاش كده. اكتب يا اسمك إيه يا أخي الفاضل؟ أيوة معك. اكتب، أول خطوة هي خطوة الفكرة، بالك دي محاضرة تانية خالص. في الفكرة دي يا أخ محمد وأخ مصطفى وأخ أحمد وأخت هاجر، بتقعد أنت بالليل تفكر كده في فكرة عايز تعمل بيها شيء. شايفني أنا ماسك راسي إزاي؟ فبتجيب أحمد وهاجر وسناء ومصطفى وغيركم، تقول لهم إيه رأيكم في الفكرة دي؟ عشان يؤمنوا بيها معاك، عشان مش هتقدر تقوم بيها لوحدك. يقول لك آه جيدة. تقول لهم يلا نعملها مبادرة. تعملها ايه يا محمد؟ مبادرة. يعني ايه مبادرة؟ يعني على مستوى حي، شيء بسيط سريع التنفيذ لعائد ملموس للمجتمع. بننظف الشارع، عملنا فصل نعلم فيه أطفال، عملنا فصل نعلم فيه محو الأمية للكبار، عملنا مكان نعلم فيه اللي هي الحاجات الأولية في الصحة، الفيرست ايد يعني الاسعاف الاولي، وهكذا. فده يبقى مبادره. المبادره دي هتكون 3 اشهر 6 اشهر سنه. فالناس عامه الناس بقى اللي هم غير بقى
سناء وصفاء وهاجر وأحمد مصطفى ومحمد وعلي، ويا سلام جزاكم الله خير يا شباب، شافوا نتيجة بسرعة. يعني أديك مثلا يا أخ محمد، لو أنت عندك الصحراء في مكان ما في سوريا، أخد بالك، والأرض خصبة، وأعطيت 10 أو 20 ألف هكتار، وحبيت تستثمر مستثمرين عشان يجوا معاك يستصلحوا الصحراء، هتعمل إيه؟ هتقوم أنت تبدأ مش على 20 ألف هكتار، هتبدأ على 10 أو 20 أو 30 هكتار، تزرع فيه المحاصيل الموسمية اللي بتطلع في خلال أسابيع، واستمرها تخرج في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، طب الأرض بقت خضراء، فالمجتمع اللي حواليك هيسأل الله ده في شيء نجح، فيبتدي يجي. فلما يجي لك المستثمر يا أخ محمد يقول لك طب والله أنت عملت كذا، تزرع معاه الشعير، الذرة، القمح وهكذا، ما تزرعش للنخل ولا أشجار مثمرة عشان دول بياخدوا سنين. وبعد المستثمرين هيقول لك يقول لك طب اديني صلح لي 100 هكتار 50 هكتار 30، تبتدي تكبر تكبر. في المرحلة الثانية هتستمر في زراعة المحاصيل الموسمية بالإضافة إلى الأشجار المثمرة اللي بتاخد سنين. خدت بالك؟ فدي المبادرة اللي أنت بتحولها لمشروع. المشروع بتستمر بيه لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أقل، بحيث إنك تنتقل بالمشروع لما يلتف حواليك المجتمع وتحس في إن عندك خبرة كويسة، انك تحول لشيء منظم اللي هو الجمعيه. يبقى انت خرجت من الفكره للمبادره بالمشروع للجمعيه. الجمعيه معناها ايه؟ معناها ان انت بعد 3 أو 4 سنين دول من تنفيذ بعض المبادرات في صوره مشاريع، هتخش مع الحكومه عشان يكون لك حيثيه، مجلس اداره، موظفين، سياسات، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فبتمشي المسيرة من ما بين الفكرة يا أخ محمد إلى الجمعية دي، تاخد لها يمكن 4 سنين أو 5 سنين على الأقل. في ال5 سنين دول أنت بتكتسب خبرة. الشباب اللي كانوا متطوع معاك في أول المبادرة مش كلهم هيستمروا معاك، أكيد ناس منهم هيمشوا. قد تفضل كنت لو 10 مثلا في الأول، قد يفضل ممكن 3 أو 4، بتوسع وتعمل الهياكل بقى، تبقى هي جمعية مسجلة بتنفذ مشاريع، تتعامل مع المجتمع على مستوى المحافظة أو على مستوى الوطن ككل. ترتقي أنت في السلم المؤسسي من العمل العفوي إلى العمل الحرفي، لأنك بتلتقي بجمعيات أخرى مش مجرد مبادرات. تعلم من الجمعيه دي شيء والجمعيه دي شيء، تبقى ايه؟ تخش في المهنيه الحرفيه عشان تبقى انت بيسموها بروفيشنال يعني. وبعدين بعد كده هو تنفتح اكتر عن المجتمع. وكلما انفتحت عن المجتمع وبدا المجتمع يحس انه ليه راي فيك، كلما نموت ونضجت واصبحت مؤسسه. لان الجمعيات اللي بتبدأ منكفئه على نفسها بتفضل طول عمرها جمعيات. مؤسسات اللي بتكبر يكون ليها حيثيات، يكون ليها سياسات، يكون ليها اطروحات، يكون ليها ابحاث، يكون ليها تشابكات، دي اللي هي انفتحت على المجتمع واصبح المجتمع بيحترمها وبيقويها وبيشد عضلاتها. دي المسيره ممكن تاخد لها 25 ل 30 سنه. فانت في المرحله الاولانيه مرحله المبادره، اصبروا على المبادره لكي تتحول إلى مشاريع خدمية سريعة العائد مؤثرة في المجتمع. وكل مرة راجعوا أنفسكم علشان تقولوا إحنا مستعدين نعملها جمعية، وهندير الجمعية إزاي. فده بالنسبة للتدرج في عمل تحويل الفكرة إلى جمعية. تفضل يا أخ محمد، تفضل يا أخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. أنا اسمي محمد بشار مهان، طالب ماجستير إدارة أعمال، بس عندي سؤال أو استفسار بسيط. تفضل تفضل.
دكتور في فكرة أنا ما اتفقت معك فيها كثير، اللي هي التركيز على القطاع الزراعي. من حقك. يعني أنا قبل شوي يمكن كنت عم بشوف فيديو عن بيحكي عن فكرة النهضة تبعت سنغافورة وماليزيا، إنه قامت على أساس الصناعة، لأن يعني النهضة بحاجة لشيء صناعي، بدل ما الهكتار الأرض أو دنم الأرض يطعم شخصين أو يكفي شخصين سنوياً، ممكن المصنع بحجم هذا الهكتار يطعم 500 شخص سنوياً. فأنت كتير كنت يعني مركز كتير على القطاع الزراعي، هو صح يعني بيأمن حاجات المجتمع بالبداية والغذاء يكون عن يعني بحقق الأمن الغذائي للمجتمع، بس ما بي يعني ما بيؤدي للنهضة، بجزء بالمرحلة الأولية أو بفترة بسيطة ممكن نتبعه لهذا. ما هو شوف يا أخ محمد ولا مين؟ أي معك محمد. هو شوف أنا مش بقول لك لا، ما عشان كده أنا ما أخذتش، يمكن مثلاً جزاكم الله خير ما أخذتش بالك في الآخر بتاعك الصناعات الزراعية والصناعات الحيوانية، بس اتقالت كلمة كده ما ركزش عليها قوي. ما فيش نهضة من غير صناعات زراعية وصناعات حيوانية، وعلى أساس أنت إيه؟ أنت عندك المادة الخام يا أخ محمد، صح؟ المادة الخام دي موجودة، هتحولها لمصنع، هتحولها. أنا مثلا أديك مثل، عارفين مثلا السلخانة؟ السلخانة اللي هي بتاعت الذبح النائل، الخرفان والحاجات دي كلها. تبدأ إزاي؟ تبدأ من الأرض، تبدأ من اللي هو المنتج الزراعي، المياه، الفلاح، المنتج الحيواني، المواصلات، التنقلات، بناء السلخانة الكبيرة دي كلها ومعدات السلخانة، الذبح، التقطيع، وبعدين عربات أخرى لتوصيل اللحوم إلى المجازر، وتخزين اللحوم وبيع اللحوم في الحوانيت إلى أو القصابين إلى آخره. فتلاقي عملية كيلو اللحمة اللي بتجيلك دي بتمر على كم صناعة مجتمعية، ممكن 20 صناعة مجتمعية. فالزراعة مرتبطة بالصناعة، أنا لا أفرق ما بين الاثنين أبدا 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 يعني. والاثنين مرتبطين بشيء أهم اللي هو العلم والمعرفة. لذلك سنغافورة ما نهضتش فقط بالثروة الصناعية أبدا. سنغافورة رئيسها اللي هو أسس سنغافورة في منتصف الستينيات، بس مش فاكر اسمه إيه، لو كنت أنت فاكره ممكن تذكرنا بيه، اعتبر ان كل طفل سنغافوري موهوب وهو كنز مجتمعي، واهتم بالتعليم. ماليزيا لما انتقلت من دولة فاشلة او دولة ضعيفة الى احد 9 نمور في جنوب شرق اسيا، اهتم دكتور مهاتير ربنا يديله الصحة بالتعليم، وخلى 25% من ميزانية الدولة للتعليم. أنا كان بيجي لنا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي مئات الطلبة الماليزيين في كل جامعة، في الجامعة زائد في الدراسات العليا، عشان كده انتقل بيهم إلى النهضة بتاعت ماليزيا. من أركان النهضة 3 أشياء: التعليم الأساسي، الزراعة والصناعات الزراعية. وقس على كل هذه بقى المخرجات الزراعية والصناعات الزراعية دي كل الصناعات اللي هتبدأ عندك، اللي هي ممكن مثلا هقول لك حاجة: هولندا قائمة اقتصادها على الألبان وعلى تربية الأبقار إلى آخر، نيوزيلندا اللي هي في آخر الدنيا دي كلها، لما كنا هنشتري منها بنعلم فيها الأضاحي، هي وأستراليا، كان عدد رؤوس الأغنام ما لا يقل عن 50 مليون، وعدد رؤوس البقر ما لا يقل عن 5 أو 6 مليون. هولندا يمكن عدد رؤوس البقر اللي عندها 3-4 مليون أو 2 مليون تقريبا على حسب العدد، وعدد رؤوس هذه الحيوانات والمواشي في السودان أو في غيرها من الدول بمئات الملايين، لكن دول لم يؤمنوا بالزراعة ودول أمنوا بالزراعة.
وفلان ده بنوا على الزراعه دي كل اللي هو المنتجات الزراعيه اصبحت صناعات غذائيه. بريطانيا عشان تحول لما تعتمدش على الغرب في السبعينيات من القرن الماضي خاصه في القمح عملت تجارب على القمح علشان يكون عندها اكتفاء ذاتي من القمح. عندنا رغيف خبز. واخد بالك؟ انا ده انا بقوله ايه يا اخ محمد؟ ان كلامك صح لكن لابد يكون عندك قاعده تقف عليها. قاعده تقف عليها اللي هي قاعده الصناعات الغذائيه القائمه على الزراعه والتربيه الحيوانيه الى اخره، وبعد كده بقى بتتطور هذه الصناعات في اشياء اخرى فيما بعد. جزاكم الله خير، وانا سعيد بان انت يعني ربنا يوفقك في الماجستير والدكتوراه، والدكتوراه تكملها ان شاء الله. قول امين، قولوا امين يا شباب عشان يخلص الدكتوراه كمان. تفضل يا اخ احمد، يا اخ محمد، يا اخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيكم العافيه يا دكتور ويجزيكم الخير على هذه المحاضره الرائعه. الله يكرمك. ده انا عارفه ولا ايه؟ تصدق انا عارفه؟ انا مصطفى معاد. بس خلاص بعد خلاص اقفل يا احمد يا شيخ، اقفل البث بقى كفايه، مصطفى معاد دخل. الله يكرمكم يا رب ويجزيكم الخير. تفضل. انا ساعلق فقط على ما تفضلتم به دكتور عن موضوع التاريخ المزور. بداية يعني نترحم على الأخت غزالة بنت عمار ونسأل الله أن يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة. دائما للأسف يعني التاريخ المزور دائما المنتصر هو اللي راح يكتب التاريخ على تفاصيله وعلى مقاسه. فالمفروض يعني بعد ما وصلنا نحن بهاي المرحلة للأسف يعني نحن ما قدرنا ننتصر. فأعتقد أنه رح نوصل لنفس الطريقة من تزوير التاريخ، فلابد أن يكون عندنا آليات ومنهجيات لحتى ندون ونكتب تاريخنا بحيث أنه نضمنه ما يتزور أو ما أنه يكتب بطريقة المنتصر. فبدنا نتعلم منكم دكتور إذا في آليات ومنهجيات نتبعها لحتى ندون التاريخ ونوثق قدر الإمكان بحيث تماما يعني ما نوصل لما وصل اليه قبلنا من تزوير التاريخ. الله يكرمكم ويجزيكم الخير يا دكتور. جزاكم الله خير. انا كنت امبارح في زياره في قطر وكنت زرت المكتبه الوطنيه. معايا اخ مصطفى. انا بدعي لبعض الناس اللي لهم مبادرات جيده جدا. دوله قطر أو الشيخ موزة بالذات ليها اهتمام كبير جدا بالمكتبة دي، فيها ملايين المخطوطات اللي جمعوها من شتى أنحاء العالم. تعرف جمعوها منين يا مصطفى ويا أحمد يا مصطفى يا هاجر؟ جمعوها من الغرب، اللي جمعوها من أمريكا، كندا، سويسرا، بريطانيا، الفاتيكان، كذا. جمعوها مخطوطات وكتب. انا بنصح اخونا محمد اللي كان بيسالني على حكايه اللي هو الزراعه، هناك في المكتبه دي كميه من المعلومات الغير عاديه للبحوث والدراسات. انا مش بروج لقطر باي ذا واي، يعني ان انا بعشق المكتبات. المكتبات يا اخ مصطفى هي قاعده من دراسه التاريخ. تعرف الموسوعات المصرية اتكتبت في نهاية القرن 19، كتب بأني لغة يا مصطفى؟ باللغة الفرنسوية. تعرف مين اللي كتبها يا مصطفى؟ لما نابليون بونابرت دخل مصر وعمل، شفت الموسوعات المصرية اللي موجودة هناك مكتوبة باللغة الفرنسية. مشروع التاريخ وتزوير التاريخ والمكتبات ده مشروع دولة. حتى زميلي او ابني اللي كان بياخدني معايا محمد سيف، ده احد الشباب اللي كنت انا بشتغل معاه في التسعينيات في القرن الماضي في الدراسه الاسلاميه، هو دلوقتي مسؤول قسم كبير جدا داخل المكتبه، وقال لي انا همشيك في المكتبه هتقعد معايا 4-5 ساعات، وانا كان عندي طياره يعني عايز امكانيات. لكن تفادي كتابه التاريخ بيتعمل ازاي يا شباب؟ انه يتكتب بالتوازن. كتب بالتوازي. يعني انا اديك مثلا
مثلا علينا كثير جدا من الشباب بيقول لي اكتب تاريخ الاغاثه الاسلاميه. قال لهم ما ينفعش يكتب التاريخ واحد، لان مثلا هذه المؤسسه او غيرها نشات في 43 دوله، لابد كل دوله تكتب تاريخها من وجهه نظر ابنائها، مش من وجهه نظر هاني البنا او مصطفى معاد او احمد الشيخ او هاجر علي. زمان في الماضي ما كانش فيه امكانيات، كان كتب التاريخ بتكتب من وجهه نظر العلماء المبدعين، ذكرنا شيء من التاريخ. لكن حاليا اذا اردت ان اكتب التاريخ، وده من اخطر الاشياء يا اخ مصطفى، ان تبنى هذه المبادرات ولا تدور. يعني مثلا انتوا عندكم المبادرات بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دلوقتي في الداخل السوري، لابد تارشفوها. من يدريكم ان احدكم هيكون وزير ان شاء الله، قولوا امين، او رئيس جمهوريه، او استاذ في الجامعه، او باحث، او عالم، هرجع الاوراق دي كلها. لكن لو كان في منهجيتنا يا اخ مصطفى تدوين، يبقى هنستطيع ان نكتب التاريخ. لو كان في منهجيتنا عدم التدوين، لن نكتب التاريخ. فلما عرضوا عليا مع عرض كتابة التاريخ للمؤسسة، قلت لهم اديني 3 مليون ل 5 مليون 3 سنين عشان اعمل ايه؟ اللي هو الاستراكشر، الهيكلة، كيف يكتب التاريخ. يكتب التاريخ بمن رأوا وعاشروا وشافوا انجازاته في مجتمعاته، وللتاريخ هم كتبوه ايضا بايديهم. احنا دلوقتي بنيجي نكتب التاريخ عن طريق الشخص، عن طريق جمعيه او مؤسسه بتجد منهج مش هو اللي بي، او التاريخ المتغلب زي ما قلت انت في الاول. فكتابه التاريخ هو هدف وفن، وهو مهنه يعني موسوعيه متكامله، مش شخص مبدع فقط. قد يكون كلام ابن خلدون ذكرته في الاول بيتكلم عن وجهه نظره في علم الاجتماع بناء على الخبره والتجربه، لكن لو قلنا لابن خلدون او غيره يكتب التاريخ، لابد علينا ان نحقق معايير انجاح كتابه التاريخ، وهي ان لا يكتبه شخص واحد، وان يكتب بحياديه في الوطن الواحد، في كل مدينه، في كل محافظه، في كل قريه من ابنائها. اما التاريخ المتغلب اللي احنا بنعاني منه دلوقتي والعياذ بالله. فنرجع نسقط هذا على مبادرتنا يا شباب. هل عندكم تدوين؟ ودلوقتي التدوين سهل يا مصطفى، وسهل يا احمد الشيخ، دونوا. واحد من الشباب يكتب كل يوم صفحتين ويحطهم على جنب، ارشيف 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 ارشيف. هتلاقي بعد كام سنه وانت ان شاء الله رئيس وزراء او مدير جامعه او رئيس جامعه، عندك الكميه الهائله دي من المعلومات. شكرا يا اخ مصطفى. شكرا دكتور. عندنا سؤال كمان مع احد من الشباب اذا امكن. انا خدامينك، انا عايزكم تشكروا. حياكم الله دكتور. بس ما اخلص الكلمه دي، تشكروا الاخت هاجر والاخ احمد الشيخ ان هم اصروا ان يعملوا لقاء النهارده، عشان من يدركوا لو انا كنت ما قابلتكوش النهارده وانا لسه واصل من السفر بالك ورجعت بعد اسبوع، قلت لكم اموت او انت شايف حاجه ثانيه. الله يجزيكم خير يا رب. لا مش انا هاجر واحمد الشيخ. تفضل بقى السؤال بتاعك. الله يجزيكم الخير جميعا على اتاحه هذه الفرصه ثمينه لنا. طيب دكتور، راح اتركك كمان مع سؤال اضافي ايضا من احد الاصدقاء، لان تفضل انا جاهز. لو الصوت مش قادر يوصل ابعتوه برساله لهاجر. طيب دكتور، هلا بينما يعني الشباب هيك يكون عنده النت جيد، نحن نعاني من موضوع بيئه مناسبه للشباب، يعني سواء الجمعيات او المنظمات او اي جهه، يعني خلينا نقول تعمل في المجال العمل الإنساني أو المجتمعي،
ما بتتبنى المشاريع الشبابية ولا بتعترف بأنه هن الشباب هن القادرين على التغيير أو إحداث تغيير. هاي المشكلة اللي هي سياسة المانح أو سياسة المنظمات التي تعمل وفق سياسة المانح بالحالة الطارئة من توزيع السلال أو ثقافة الاستهلاك أو الآخرين. كيف نحن أو أي الشباب كيف رح يكون لهم مدخل في بناء المجتمعات وخصوصا في المجتمع السوري حاليا؟ زي ما أنا قلت قبل كده أخ أحمد، الشباب حيفرض نفسه بالنجاح المجتمعي من خلال المبادرات اللي بيعملها، يعني حيلوي أذرعة هذه الجمعيات لتبني مثل هذه المبادرات. لذلك أنا لما قلت أعوذ بالله مش من كلمة أنا، إن تكون مبادراتك ناجحة وملموسة ومدروسة وصغيرة على قدك. يعني أنا مثلا كنت بضرب مثل بشاب اسمه مجد القرنين زنون، خد جايزة من حاكم دبي على مشروع اسمه الدنبر أو الدنبر، ما أعرفش الدنبر أنت عارفينه في سوريا ولا مش عارفينه، في مدينة الموصل. العربية الصغيرة داعش دمرت المدينة القديمة اللي هي بتدمر ثقافة وتاريخ قديم، وعارفين من يدعم داعش لمحو تاريخ الأمة. وأصبحت حواري الموصل القديمة شبه مغلقة من الكتل الخرسانية والأسمنتية والحجارة اللي وقعت. بعض المؤسسات الكبرى بدون ذكر الأسماء كان بيقول مشروعها كانت 300,000 ولا 400,000 دولار أو ذكر، والمشاريع بقى ورايح وجاي. ذنون هو موصلي جاب الدمبر ده وكان بيدي كل يوم للسائق 2 أو 3 دولار. استطاع أن يخلص أحياء 10 أحياء في تقريبا في الموصل بميزانية 30,000 دولار اللي كان مفروض هتكون ب 300 أو 400,000. فالدمبر ده أصبح شيء ملموس، إبداع شبابي زي عصير البصل اللي عملته غزال عشان تحمي البنات، لن يتفتق على ذهن شيطان، لأن الشيطان بيدمر. فهي عملته كده عشان تحمي أجساد الفتيات الطاهرات. فبالتالي اجعل الشباب يقيموا مبادرات ناجحة ملموسة مؤثرة صغيرة، فحيجري إليها أو يسعى إليها سعيا المؤسسات الكبيرة، وحتستطيع أن من خلال هذه المبادرات البسيطة السهلة الملموسة المؤثرة تأخذ الفند منهم أو هي نفسها تجمع الفلوس من عامة المجتمع. لكن ما تخليش الجمعيات والشباب يجروا ويفكروا بنفس منهج ثقافة المانح اللي هو بتكتسبه تتكسب منه المؤسسات الكبيرة. تفضل يا شباب. هي المشكلة دكتور أنه يعني حتى المنظمات والجمعيات الكبيرة ما بتتبنى المراكز الشبابية ولا بتتبنى الأفكار، يعني ما عندها التوجه هذا نهائيا. طيب الشباب ما عندهم الوصول للمانح، ما عندهم الوصول لطرح الأفكار. ما لذلك يا أخ أحمد زي ما أنا قلت لك قبل كده، إن أنا أعمل مشروع يدعموه المجتمع بتاع الصغير عشان يستمر. أنا أؤمن إن حتى المجتمع السوري في إدلب اللي هو يعتبر فيه هو يسميه مجتمع معاناة، عنده أموال ممكن يدعموا بها مشروع تعليمي لأبنائه من خلال الشباب. إذا نجحت هذه المبادرات الصغيرة دون دعم من الجمعيات الكبيرة أو دعم من المنح الكبير، هيضطروا يأتوك حبهم. بس عملية صبر صبر، وعملية زي ما قلت في مشاركة مجتمعية بينك وبين الأهالي. زي ما لك مرة مصطفى معاد قال لي التعليم في وسط الأماكن الصراعات، وإزاي نجيب الأطفال إلى المدارس. تقول أهم شيء في ده إنك تتشاور مع الأب والأم والعائلات إنهم يجيبوا الأطفال يرجعوهم عشان يكون في مشاركة في المسؤولية لو حصل والعياذ بالله قصر أو انهيار، يبقى الأب والأم عارفين المخاطر. فلابد يكون هناك في مشاركة مجتمعية
ما بين الشباب وبين عامة المجتمع على أشياء بسيطة. لن تستطيع يا أخ أحمد أو غيرك بالحماس فقط أنك تجبر المؤسسات الكبيرة. المؤسسات الكبيرة هتجبر أنها تتعامل معك لما يكون في 4 أو 5 أو 6 أو 10 مبادرات ناجحة بسيطة غير مكلفة تعرضي مثل هذه المؤسسات. ويكون في تواصل ما بين الجماعة الشباب اللي هم ماسكين المبادرات دي كلها. في تنسيق بين الشباب ويكون في إشراك للأهالي، لأن الأهالي اللي موجودين في هيدلم عندهم إمكانيات مش فقط مادية، عندهم إمكانيات فكرية، عندهم إمكانيات ثقافية، يعني بحيث قد يكون منهم بعض الناس اللي كانوا هم نظار في المدارس أو معلمين أو مرشدين إلى آخره يساعدوكم. لكن لو أردت أن تغير فلسفة المناخ المجتمعي وتضغط بها على المؤسسات، لابد يكون في مجموعة من المبادرات بتعالج قضية بقيمة أرخص بكتير، زي ما حصل حكاية دنبر ده، وأصبح على مستوى الموصل معري لكمية المال كان طلبها المؤسسات الدولية بتجمع 10 أو 15 ضعف المبلغ اللي جمع وصرف على تنظيف هذه الأحياء. يكون في تواصل ما بين المبادرات، أصحاب المبادرات. تواصل ما بين أصحاب المبادرات. الشباب عندهم سؤال أرسلوا لي على الخاص اللي هو بما يخص إنه ناحية تفكير ترتيب الأفكار والمبادرات الموجودة عندهم، هن محتاجين إلى قنوات تواصل مع خلينا نقول الجمعيات أو المنظمات التي تعمل بالشأن السوري. كيف هن يعني شو هي الآلية للتواصل مع هاي المنظمات والجمعيات لتبني المركز الشبابي أو لتبني الأفكار الموجودة عندهم أو في المشاركة في بناء مجتمعهم؟ لأنه حاليا هي اليد أو خلينا نقول المؤسسات الأقوى الموجودة على الأرض هي القادرة اللي تنفذ مشاريع، فهن حابين أنه يشتغلوا مبدأ التشبيك والشراكات مع هاي الجمعيات والمنظمات حتى يعني ينفذوا هاي الأفكار والمبادرات. طيب يمكن ما خدتش انت بالك من السؤال بتاعك قبل كده. اهم تشبيك يبدا ما بين المبادرات وبعضها، اهم ده النقطه الاولى. النقطه الاولى يا شباب ان احنا عندنا مثلا نفرض ان احنا عايشين في حي من احياء ادلب او غيرها من هذه الاحياء وفي 50 مبادره، نعمل منصه نسعى الى تقويتها ونشرها في 50 مبادرة عشان نكون احنا كلنا بنملك شيء يؤثر على الخالق. نقول والله مجموعة شبابية ألف عندها منصة، عندها سوري مبادرة في المنطقة دي، وبي عندها منصة، وهكذا. من هنا سينظر الإنسان اللي جاي من بره، جمعية سواء دولية أو عمومية أو محلية إلى آخره أو مانع حتى، إلى هذه المنصة اللي فيها 50 مبادرة، فقد يتصل هذا المانح مباشرة بأصحاب هذه المبادرة أو يدعم المبادرة المنصة بتاعت المبادرات دي كلها. دي نمرة واحد، يعني معناها إن كل أصحاب مبادرة ومبادرات يكون عندهم الإيمان ببناء الشراكات. خلاص، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعد كده هو بنبص إحنا لو إحنا نعرف بعض الناس ممكن نكتب قائمة بأسماء الجمعيات العاملة. طبعا الجمعيات العاملة عندكم في الداخل السوري كتيرة، مش كتيرة قصدي، قليلة، أو الجمعيات الدولية. بس الجمعيات الكبيرة يا أخ أحمد الشيخ أو الأخ اللي سأل السؤال بتؤمن ببناء الكتل. يعني لو تشاركت 5 أو 6 مبادرات مع بعضها في مشروع واحد هتقول لك أنا هدعم هذه المبادرة، ما بتؤمنش بان كل واحد هيروح ياخد ايه بمبادرته فلوس منها، لانه هيتشتت العمل. اللي احنا بنسميه دلوقتي باللغه الانجليزيه يا اخ احمد كلاسترز، بناء اللي هو الايه الكلاسترز، يعني ايه التكتلات دي، سواء كان في الميه او في التعليم او في الصحه او في كذا او في كذا او في كذا. بس انا عملي
لو انتم عملتوا لنفسكم منصه كبيره واستثمرتوا كلكم في انجاح هذه المنصه وترويجها على مستوى العالم، سيأتيكم المال حبوا. ومن حقكم انكم تعلنوا عن تليفوناتكم وايميلاتكم داخل المبادره بتاعتكم اللي بيستطيع ان يراها اي مانح من الخارج. دي حلم كان انا حاولت احلم بيه من 2018 لما سافرت مع احد الجمعيات ولقيت المشاريع بتاعت الجمعيات دي اللي في اقليم اسمه بلوشستان، يعتبر اكبر اقليم في باكستان، 50% من ارض باكستان ارض صحراويه واغنى الاراضي الصحراويه اللي فيها البترول والمعادن، في مشاريع جميله جدا بتكلفه قليله جدا. وخرجت بفكره الكتالوج. يعني ايه كتالوج يا اخوانا؟ يعني تعمل كتالوج داخل المنصه اللي هتبنوها دي، كل مبادره ليها كود، وكل مشروع داخل المبادره ليه كود، لكن الكل حاطط 100 مبادره، فاللي هيجي من خارج هيبص على الكتالوج بتاعكم ده ويبص في ال 100 مبادره باسماء المشاريع اللي بتقوم بيها وكيف يتم دعم مثل هذه المبادرات. حاولت اقنع الجمعيه دي من 4 سنين ولسه بحاول اقنعهم الى الان، واخد بالك؟ بحيث قلت لهم اعملوا لنفسكم كتالوج، وبداخل كل كتالوج صفحه لكل دوله، وداخل صفحه في كل دوله صفحات اخرى باسماء المشاريع اسمها ايه؟ اللي هو الرقم السري بيسموه ايه؟ الباسورد بتاعتهم. يعني كل مشروع ليه باسورد. استاذ مصعب معنا يا احمد يا شيخ، اعمل لكم منصه ككتالوج في كل مشاريعكم، كلكم تسوقوها، كلكم تسوقوا هذه المنصه. تفضل يا سيدي. شباب سامعيني؟ خليهم يكتبوا يا احمد، انا قدامي كمان معاك ربع ساعه يعني او 10 دقائق يعني، عشان الاخت جات لي من اخر الدنيا وهي سوريا زي ان احنا معك وان احنا معك واسمعي، بس واجهتنا شويه مشاكل صار. مفيش مشكله، ابعتوا السؤال، ابعتوا السؤال كتابة وانا ارد عليه وبعدين ابعت لكم الفيديو بعد كده. السلام عليكم شباب، شكرا جزيلا. لو في اي اسئله اخرى ممكن ترسلوها لنا ونخلي دكتور هاني بإذن الله يجاوب عليها لاحقا، لأن أظن الدكتور عنده اجتماع الآن أيضا. فنحن بنشكركم جزيلا على اللقاء اليوم. هل في سؤال ملح يا هاجر قبل ما نمشي؟ في سؤال ملح كده عشان نختم به يا أحمد يا شيخ ويا هاجر؟ هو لم يردني شيء. أحمد هل وردك أي سؤال على الخاص؟ لا أبدا. الشباب بدهم يتكلموا. مصعب تمام؟ لا حاليا لا يوجد اي اسئله. الشباب قاموا بطرح ما لديهم من اسئله. نحن في هذه اللحظه نتشكركم جميعا، شكرا لك دكتور واحمد وجميع المساهمين في هذه المحاضره. توكلنا على الله ان شاء الله. يا اخ احمد يا أخت هاجر، أنا جاهز في أي وقت بعد كده في أي لقاء تاني إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، ولو في أي ترتيب لقاء إن شاء الله تواصلوا معنا ومع الأخ أحمد. جزاك الله ألف سلام. ألف سلام. وعليكم السلام. الله يجزيكم الخير جميعا يا رب. السلام عليكم.